nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an sen yanımdasın, saçlarım. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، فيكن ترتاحوا هنيك يا شباب. جان بيك رح يقعد من هالجهة وانتوا بتصوروا بسرعة لو سمحتوا. ممتاز ممتاز. أنا اتصلت بجان بيك لا ينشغل بالكن، وهو على الطريق جاي لهون، وتواصلت مع القناة كمان، رح يزبطوا موضوع البث والتوقيت، يعني ما في مشاكل وما رح نستنى كتير. طيب وصل. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلا فيكي جان، أنت فوت ارتاح شوي إذا بدك. لا لا ما في داعي، كل شي جاهز هنا. جاهز جاهز، يلا اطلعوا. طيب. مين بده يجينا هلأ؟ ميسون، افتحي الباب. ميسون، رح افتح رح افتح يا خانم. إيه؟ مرحبا. مين اللي إجا؟ أنا فتون. أنا يا الله شو بده هاد هلأ؟ فتون اسمعيني. شو اللي جابك لهون؟ قلتلك ما بدي شوفك. فتون بترجاكي اسمعيني، تعي معي. فتون في شي لازم نشوفه مع بعض أنا وياكي. ميسون شغلي التلفزيون. فتون لو سمحتي يلا. يلا بسرعة فتون. ما بعرف شو بده. ها إذا جاهزين خلونا نبلش يا جماعة، تفضلوا. يا جماعة أنا بالبداية حابب أني أتشكركم كلكم على حضوركم هذا المؤتمر. بعرف أنه الكل عنده إشارات استفهام كتيرة بعد آخر موقف سمعته فيه، والسبب وراء أني جمعتكم بهذا المؤتمر هو لجاوبكم على استفساراتكم. كان لازم أني أقوم بهالتصريح الصحفي مشان سد الطريق على كل الإشاعات اللي بدها تنحكى. يا جماعة مثل ما بتعرفوا أنا ورفيف تزوجنا من فترة قريبة وكنا مبسوطين كتير بهذا الزواج، وطبعاً قضيت أنا ورفيف أيام كتير حلوة. يا الله يا خانم، الله يوفقك لا تبكي. وهلأ يا جماعة حابب أني إلكم أنه طول فترة زواجنا ما بدر من أي طرف أي تصرف نابع عن قلة احترام. بس هلأ وصلنا للنهاية وقررنا أنا وياها أنه ننهي هالزواج هاد. جان، الحكي اللي قلته كان مزح. جان، أنا ورفيف رح نتطلق بأقرب وقت، ومشان أقطع الطريق على الإشاعات يلي كانت رح تطلع حبينا أنه تعرفوا مننا قبل أي حدا. أنا بتشكركم كلياتكم كمان مرة على حضوركم اليوم، شكرا. جان بيك ممكن تفاصيل اكثر؟ بس ثانيه هذا الشيء بدك تقوله؟ جان لوين رايح؟ اذا بتريد
اهدوا يا جماعة، أنا رح أبعت تصريح خطي لكل الصحفيين، ما تقلقوا أبدا. رفيف أمي ما بصير الصحفيين يصوروكي وأنتي هيك. يا جماعة لو سمحتوا شوي شوي على رفيف خانم. وشو شعورك حاليا لما سمعتي هذا الخبر؟ كرمال الله لا تبكي، ما بيستاهل. لا أنا ما عم صدق، ما حدا جنبه ماسك إيده، معقول؟ شو هالمسخرة؟ فوتون بعد عني. بعرف إنك متضايقة ومقهورة كتير، بس هذا جان وهي تصرفاته أنت صرتي بتعرفيه منيح. لك مراد ممكن تروح من هون بقى؟ مفكر عملت جان هلأ رح تغطي على عمايلك وكذبك علي؟ انتو الاثنين اضرب من بعضكن. عم تحطيني بنفس الكفة معه؟ مراد، مراد انا عجد ما عاد عندي طاقة اتحملكن، انا كتير تعبانة. لو سمحت روح من هون، لو سمحت. كيف بدك يعني اتركك وانت بهالحالة هي؟ لك مراد ليش ما عم تفهم؟ حلو عني بقى، انا تعبت وما عاد فيني، لو سمحت اطلع. يا خانم بوس ايدك حاش تبكي. ميسون عن جد انا تعبت وما ضل عندي طاقه لاتحمل، فهمتيني؟ لك راح وخطفني من العرس وخرب لي حياتي، وبعدين بيطلع على التلفزيون هو وياها، انا راح جن وما عاد فهمت شي. انت هلا لا تبكي يا خانم، خلص انسي. انا قايمه افتح. استني استني ميسون، استني دقيقة، بيكون مراد. لازم روح وحاكي وفهمه انه انا ما عاد بدي اياه. جان ولك انت بأي عين جاي لهون؟ كيف لك عين تجي بعد اللي سويته فيني؟ فتون انت شو عم بتقولي؟ ما شفت التلفزيون؟ بلا شفته، انا شفته كتير منيح كمان. لا تخاف جان، روح من هون، اطلع من حياتي بقى، رجع لعند مرتك ماشي؟ انت ما فيك تلعب فيني بهي الطريقة جان، ما فيك تلعب فيني. فتون افتحي الباب بسرعة وبلا ولدنة. فتون افتحي هذا الباب، انت على شو تفرجتي؟ ما عم بفهم، افتحي الباب يلا. لكن انا من حياتي بقى. لك افتحي الباب خليني اشرح لك، افتحي الباب يلا. لك جان نلع واطلع من حياتي. انت قد هذا الحكي، انت جنيتي على حالك. بعدي من ورا الباب. شو لسه بدك تساوي جان؟ قلت لك بعدي من ورا هالباب. جان جان يلا افتح جان، خلاص العمى. جان ما عم بفهم ليش فتت على بيتي بهالطريقه. لانه لازم تسمعيني، وهالمره بدك تسمعيني غصب عنك. فتون شو اللي بدي اسمعه؟ ما بكفي اللي شفته على التلفزيون جان، فهمني شو بدك. فتون انا ما عم بفهم، انت ليش ما حضرتي المؤتمر الصحفي للاخير؟ لك شو بدك اني ضل عم بتفرج على سعادتك العائليه؟ لك يا فتون انا من شوي وبحضور ملايين الناس على الهواء مباشره تركت رفيف، فهمتي؟ تركت لرفيف. ليش ما عم تستوعبي؟ عم اقول لك تركتها. ايه
قدام عيون العالم والصحافة والتلفزيون قلت إنه رح نتطلق، يعني ما عاد في وحدة اسمها رفيف بحياتنا بنوب. بس أنا ماني مصدقتك زين، ماني مصدقتك بنوب. إي لا، أنت كثير زودتيها هيك. عشق ما بنن قضي بيني بندن قضي. فتون، ليش هيك عملتي معي؟ أنت اللي خليتني أعمل هيك، نسيان أنه ما بصير تعمل هيك وأنت لساتك متزوج؟ ليكي فتون، أنا هذا الزواج ما بيعني لي أي شيء بنوب. بس أنا كتير بيعني لي جان، أكيد بيعني لي. أنا ما بقدر أكون مع رجال متزوج، عم تفهم علي؟ حتى لو ما كان بيعني لك أنت متزوج، فهميني، زواجي هذا على الورق. حتى لو كان على الورق أنا ما بقدر جان، بعتذر منك. فتون، أنت معك حق بكل شيء قلتي، وأنا بوعدك إنه كل شيء رح ينحل. ارجع لعندي لما ينحل كل شيء، عم تسمع؟ بس تطلق رفيف، ما تحطني بمواقف صعبة أكتر من هيك لو سمحت. رفيف، وينك أنت؟ ليكني جاي لعندك. ممكن تطلع؟ لوين بدي أطلع فتون؟ أنت أكتر واحدة بتعرف أنا شو عملت وكله كرمالك. حتى لو هيك لساتك متزوج ولازم تطلع. لا، ماني طالع، عملي اللي بدك اياه. جان، والله مثل الاولاد عم تتصرف. اين عم حكيك مزبوط؟ انا ولد. يا الله، بده يجنني هاد جان. ليكي لا تعصبي حالك على الفاضي، لانه ما رح اطلع من عندك. وكمان انا اخر شيء توقعته بحياتي انك تضربيني هيك كف على وشي. لك جان، يلا قوم خلصني بقى. ليك فتون، أنا ما رح أمشي من هون، وكمان بأقرب وقت رح أخلص وطلق. أنا حكيت مع المحامي وكل الإجراءات صارت جاهزة، خلصنا. بالأخير هي شافت ورقة من طج التوقيع عليها ومنخلص من هاللعوة. يعني ما عم بفهم ليش مكبرتيها كل هالقد. لا حبي، ما بتصير هالقصص بهالسهولة بنوب. عيدي عيدي، شو قلتي؟ قولي كمان، يلا. ما بتصير هالقصص بهالسهولة. مو هاي اللي قبلها، قولي كمان يلا. بنوب. لا، اللي قبلها. حبي. طالعة كتير حلوة من تمك حبيبتي، رجعي قولي كمان. حبي. جان، أنا ما عم بمزح وعم بحكي جد. لبين ما تخلص ورق الطلاق تبعك لو سمحت، ما بدي أشوف وشك. يلا. ماشي. اطلع بقى، روح قليل الأدب. ألو إياس بيك، أنا بطريقي لعندك مشان أعرف شو صار بدعوى الطلاق. كيف يعني؟ معقول الست رفيف لهلأ لسه ما وقعت وما بعتت لك وراء الطلاق؟ ماشي، أنا جاي فوراً لعند حضرتك، يلا مع السلامة. وبعدين مع هاي البنت بقى بدها تجيب آخرتي لسه. تعي ميسون، تعي هلأ بتنلوقي من الوقفة عندك. مو بقصدي، آسفة، أنا كنت واقفة برا وسمعت حديثك أنت وجنبك. مو مشكلة ميسون، أنت مانك غريبة، صرتي من أهل البيت صح؟ إيه. بدي تسمعيني ولا تزعلي مني. كأنك قويتي الكف شوي، يعني هذا الرجال عشقان، يعني قلبه ما بيهدى بنوب. ميسون. عفوا، خلص سكتت، خلينا نتفرج. يلا. ليكي ليكي. إيه بلش بلش، استني رح علي الصوت لنسمع. إيه علي علي. سنقوم بإعادة تصريح جان تيكين الصحفي بناء على طلب العديد من معجبينه. يا جماعة، مثل ما بتعرفوا أنا ورفيف تزوجنا من فترة قريبة،
بس هلأ وصلنا للنهاية وقررنا أنا وياها أنه ننهي هالزواج. أنا ورفيف رح نتطلق بأقرب وقت، ومشان أقطع الطريق على الإشاعات يلي كانت رح تطلع حبينا أنه تعرفوا مننا قبل أي حدا. أنا بتشكركم كلياتكم كمان مرة على حضوركم اليوم. شكرا جامبك، إذا بتريد ممكن تعطينا من وقتك وتقلنا ليش حابين تتطلقوا. واخيرا لك ابني حفيدي البطل، شفتي ابنك فضيحه؟ ما صار الحنا وطلع قدام الكل. ايه ذكي هالولد، طالع لجده. ايه طبعا طالع لجده، شكله حابب الطلاق وورتانه من المرحوم ابوه. بعد هالحركه الغبيه اكيد مو طالع لي. هي فضيحه من كل النواحي، بتربي وبتتعبي وتعلمي وبتعملي منه ممثل مشان يفضحك كرمال وحده ما بتسوى فرنك. مديحه، ليش بتضلي عم تبرري بحالك لك بنتي؟ ما في سبب عمي، ضايجة شوي. بعد إذنك رح روح على أوضتي أخبط راسي بالحيطان عكيفي. طيب يلا قومي. يلا. كنت عرفان إنك بطل، وأخيرا زدتر هذيك الصفعة. مالي أدراني. حاش تبكي لأنه البكي ما رح يرجع لك جان. شو بدك يعني أعمل؟ الحقير تركني على التلفزيون قدام كل الناس، أنا مالي مثلك مراد، بحس وعندي مشاعر. مفكرة أنا ما عندي يعني؟ وأنا انتركت كمان، بس كل واحد بطريقة. معناته أنسى كل شيء وأنا رح أنسى لأخلص وسكر على الموضوع بقى. هالموضوع ما رح يتسكر بسهولة رفيف. ليش أنت مفكر بعد اللي صار فتورة حترضى ترجعوا لبعضكم؟ الموضوع مو برجعتي لفتون يا رفيف، افهمي. شو الموضوع لكان؟ ما ترجع لجان. مراد نحن تأخرنا على هذا الحكي، هلأ ما عاد فينا نعمل شيء بنوب. فيكي تقولي إنه هني ربحوا أول جولة، بس لسه ما خلصنا. طيب شو بدنا نعمل؟ أنت اللي بدك تعملي هالمرة مو أنا. ما رح تطلقي. وإذا ما طلقت شو بيصير وقتها؟ جان بده يكمل حياته مع فتون، وأنا وياك بنعرف هالشي. فتون ما بترضى تكون مع رجال متزوج. أنا بعرفها منيح، بعرف بشو عم تفكر. إذا أنت وجان ما طلقتوا ما رح يقدروا يكونوا سوا أبدا. صدقيني رفيف، الشي الوحيد اللي رح تعمليه والشي الوحيد اللي بطلبه منك إنه أنتي ما تقبلي تطلقي، ما توقعي على أي ورقة، وما تقبلي تشوفي المحامي تبع جان. عم تفهميني؟ اللي حكيته كله مزبوط. يروح يحكي قدام مين ما كان، أنا ما بيهمني. بالنهاية لساته زوجي. هذا هو حكينا. يلا أنا رايح، ديري بالك. مراد أنت شو ناوي تساوي؟ معقول لسه لهلا ما جابت لك الورقه موقعه اياس بيك؟ طيب انت اتصلت فيها؟ نحن اتصلنا فيها كتير جان بيك. ايه؟ بس مع الاسف هي ما ردت على اتصالاتنا ولا رجعت اتصلت. لك شو عم بتحاول تعمل هالمخلوقه؟ يعني اذا رفيف ما وقعت على هاي الورقه بفهم منك ما فينا نرفع هالدعوه؟ اذا رفعنا دعوه طلاق من طرف واحد هيك رح نوقع بمشاكل يا جان بيك. فهمني اياس بيك، يعني اذا الست رفيف ما بدها انا ما رح اقدر اني اخلص منها؟ لا طبعا، من الناحيه القانونيه نحن فينا نرفع الدعوه، بس لما بيكون في قبول من الطرفين على هذا الطلاق ساعتها بيصير أسهل علينا بكتير إنه نمشي بالدعوة بسرعة يا جنبك. ولا تنسى كمان إنه حضرتك الطرف المعيل بهذا الزواج، وفي حال رفعنا دعوة من طرف واحد وإذا رفيف خانم ما وقعت على الورقة اللي بعتنا لها رح تكون مهمتنا صعبة كتير. أنا بعرف منيح شو الشي اللي بدها، كل حركاتها صرت حافظهم. المهم إياس بيك، رفيف رح تيجي لعندك لهون وتوقع على هاي الورقة، انت استنى مني اتصال. رفيف فهميني بس شو مشكلتك ها؟ انت ليش لهلأ ما وقعتي على الورقة يلي بعت لك ياها المحامي؟ شو لسه بدك مني؟ قلت لك انا ما عاد بدي اياكي، ليش ما عم تفهمي؟ اسمعيني بقى، بدك توقعي على هاي الورقة وغصب عنك، لا تحاولي تلعبي معي ها؟ مين مفكر حالك لتقول هالحكي هاد؟ بس تعرف تحكي مثل الخلق والعالم، ابقى اتصل فيني. لك هاي شو مشكلتها معي؟ شو لسه بدها مني؟ تركيني أعيش مبسوط مع البنت اللي بحبها. أوي هي أول مرة بنحبس بالبيت كل هالوقت، من إمتى أنتي بصير فيكي هيك يا مديحة؟
شو بدي ساوي؟ راح استنى لتهدى أعصاب عمي من بعد القصة. بس شو بتكون عملت هديك الشقرة؟ مستحيل، ما راح اتحمل، بدي اتصل فيها هلأ. ألو كنتي كيفك؟ ما سمعت حسك اليوم، شو وضعك؟ وينك؟ شو أخبارك؟ منيح اللي فضيتي تسألي عن أخباري ووضعي آخر شي؟ من وقت ما ابنك فضحني على التلفزيون عم حاول هدي حالي. لا تحاكيني هيك رفيف، خليكي معي مؤدبة، أنا لساتني حماتك قدام الدولة والقانون لهلأ. مع أني ما بقدر كون جنبك بهذا الوقت لساعدك ونفكر بخطة، بس أنا قررت كون معك بأفكاري لون بعيد. كيف يعني؟ ما فهمت عليكي. لك ركزي معي بنتي، أنا مو قدرانة أكون جنبك بهذا الوقت، بس بشوية تفكير مني وشوية تخطيط صدقيني بتزبط كل أمورنا. كنت يحكي هالحكي قبل ما تتخلي عني وتتركيني، صدقيني أنا مالي بحاجة لا لتفكيرك ولا لخططك. بعرف منيح شو بدي ساوي. إيه لا، أنت هيك زودتيها كتير. ها شو معنات هذا الحكي يا حلوة؟ اسمعي مني، إذا بدك تشتغلي لحالك رح تخسري، بعدين أنت شو مفكرة تعملي؟ ما رح أطلق، شو بيطلع بإيدي أعمل أكتر من هيك يعني؟ هذا ما بكفي بنتي، اسمعي مني، لسا اليوم الصبح انفضحتي قدام كل البلد على التلفزيون، ليش ما بتعملي نفس الشي وبتفضحي فتون بنفس الطريقة وتخليهم يصدقوكي؟ في أفكار كتير حلوة براسي، لا تعاندي واسمعي شو رح قلك رفيف. كيف؟ ما فهمت عليكي، يعني بدك يعني افضحها على التلفزيون؟ شو بدي ساوي؟ ليكي اسمعيني منيح ولا تقاطعيني أبدا، تعرفي شو أول شغلة لازم تعمليها بكرة الصبح؟ Acıttığın kalbimle savaşıyorum yeterince. Keşke, keşke geriye dönsek sessizce. Ama keşkeler yetmez, biliriz ikimiz de. Aşk için, aşk için. يا قلبي إذا حنو ميسون أنا رح أطلع، رح جيب شوية أغراض وأرجع ماشي. استني شوي أنا بروح بجيبهم عنك، لا تتعذبي. لا ميسون، على شو بدك تلحقي لتلحقي أنتي؟ خليكي مع سمعو هلا، أنا بجيب أغراضي وبرجع، صارت الدنيا الظهر بدي لحق السوق. طيب خلاص مثل ما بدك يا خانم، روحي أنتي. أخدتي القائمة معك؟ إيه أخدتها. إيه ماشي يلا. صباح الخير أعزائي المشاهدين. صباح الخيرات. حلقتنا لليوم مشاهدينا ميسون فيها فقرات شو نسيتي؟ أنا كم مرة قلت لك ما تفتحي التلفزيون وقت يكون سمعوا قاعد معك؟ لحتى تعرفوا شو محضرين لكم مفاجأة. راح عن بالي ما تواخذيني أختي، هلأ بطفي. ماشي ميسون لبقى تنسي. يلا بشوفي، مع السلامة.
ضيفتنا بهذا اليوم انتركت وحيدة مغدورة حتى إن انهانت بشكل كبير، رفيف جوفينير تيكين. رفيف، بدي أتشكرك من كل قلبي إنك وافقتي تنضمي لبرنامجنا، هذا شرف كبير لإلنا. أنا اللي لازم أتشكركم لأنه أنتوا قبلتوا تستقبلوني بهذا البرنامج الناجح. شو اللي صار رفيف؟ خلينا نسمع القصة منك. أنا عشت ظروف ما لها منيحة، والشي اللي صار فيني ما حدا بيتحمله. مثل ما بتعرفوا، زوج رفيف خانم هو الممثل المشهور جان تيكين. جان تيكين راح وخطف طليقته من عرسه. معقول هالشي هاد؟ لا لا طبعاً أكيد لا. جد ما جوا المصدر. خبرينا رفيف خانم شو اللي صار بالضبط، لو سمحتي وضحي لنا أكثر. نحنا من الأول كنا كتير مبسوطين مع بعض. أصلاً جان من وقت اللي كنا صغار كان هو بيحبني. بعدين فتون دخلت فجأة بحياتنا، ومثل ما بتعرفوا مراد اللي كان رح يتزوجها، وطبعاً هو رفيقنا من زمان. شو؟ معقول هالحكي هاد؟ ضلوا معنا مشاهدينا لنسمع ونشوف. هلأ قصتي باختصار شديد، كنا أنا وجان ومراد رفقات من وقت اللي كنا صغار. أنا وجان تيكين كنا منحب بعض مو من هلأ، من زمان، وبالأخير تزوجنا مثل ما حضرتكم بتعرفوا. نحنا عن جد كنا مبسوطين لحتى فتون إجت ودخلت على حياتنا فجأة. صحبتنا نحنا ومراد صارت كتير محدودة، وحتى عائلتنا تأثرت كمان. يعني كلنا عشنا الوجع والألم وصرنا مغدورين، وكل هاد صار معنا بسبب البنت اللي اسمها فتون. كل شي صار من تحت راسها. تمام أعزائي المشاهدين، أنا لازم أجيب لحمة. حكاية رفيف خانم وتجربتها صعبة. صباح الخير عمو أوسكان، بدي كيلو لحمة مفرومة للطبخ، وبدي إياها تكون ظريفة مثل العادة. شو جابها هاي؟ ما ضل في خجل بنوم؟ خلي عندك شوية احترام عمو أوسكان، شكلك عم تحكي مع حالك من كثر الضغط. عمو أوسكان، يا ريت تعطيني طلبي لحتى أمشي، أنا مستعجلة. ما عندي لحمة. كيف ما في لحمة عمو؟ ما ضل عندي. كيف ما ضل عندك عمو أوسكان؟ البراد معبى باللحمة. شو يعني أنت مانك ناوي تبيعون؟ بلا، بس إليك ما بدي بيعك. شو صاير لك عمي؟ ما توقعت إنك تعملي هيك عملة فتون خانم. شو عملت؟ فهمني شو؟ شو عم يصير معه لهذا الزلمة كمان؟ عمو أوسكان انت منيح؟ اه؟ وبعدين معه؟ اللي زمان ما أخذت من عندك بالدين، فهمني شو قصتك بقى؟ ما بدك ترد علي كمان على راحتك؟ ايه؟ والله أنا ما كان ناقصني غير اتبهدل من اللحام تبعي كمان. على الأغلب صاير معه شي حرام. عمي سليم صباح الخير. خالة سعاد كيفك؟ صحتكن وأموركن منيحة؟ كل ما عم تكبري عم تحلي خالة. عمي سليم بدي كليين تفاح وكليين انجاص لو سمحت. الميزان منزوع. كيف يعني؟ وزلي كليين لو سمحت. تكرم عينك أختي. عمو سليم، مو قلت لي الميزان منزوع؟ بلا هيك قلت لك، ليكو منزوع. عم تمزح معي؟ لك شو صار لكم؟ كلياتكم اليوم متفقين توقفوا بوشي، معقول؟ عمو أوسكان مدري شبه، وانت كمان نفس الشي. لك أنا شو عاملة معكم؟ حدا يجاوبني شو عاملة؟ والله جننتوني. قلنا يتيمة واعتبرناها بنت إلنا كل الوقت، وكنا مفكرين قلبها أبيض، بس طلعت واحدة مخباية بتيابها. أنا ما توقعت تكون هيك أبدا، فاجأتني. صار لي زمان بعرف لها البنت، عن جد ما عم صدق. ليش مين كان بيتوقع يطلع منا هيك؟ يلا بخاطرك اخي. شكرا لك بعض الفاصل. المحل محلك. ضيفتنا بهي الحلقة، ضيفتنا هي رفيف جوفينير تيكين، ورح نسمع منها سوا كمالة قصتها ومعاناتها. رفيف، بعد ما سمعنا كل شي مرقتي في حضرتك وحسينا قديش تعذبتي، حكي لنا شو اللي صار كمان. والله هالمرحلة مو سهلة بنو. تقدروا تتخيلوا انه يلي بتكون طليقة زوجك تجي وتسرق زوجك من إيديكي؟ مستحيل إني صدق. مين بيعمل هيك غير المرة المريضة؟ لو كان بده ياكي كان تزوجك إليك، ما كان راح وتركك هيك. غلطانة شي؟ ليش عم تنزعي حياة غيرك؟ بأي حق؟ بكية، أنا معك بكل حرف عم تقولي، لأنه يلي مرق علينا كتير صعب. بس
جان بصراحة قلبه كتير طيب، وهي قدرت تستغل طيبة قلبه منيح، ضحكت عليه. هديك اللي اسمها فتون لعبت بعقله، كل شي صار معه من وراها. صدقيني هي أصل البلا كله. يا روحي انتي، الشي اللي عملته عن جد عيب وما حدا بيقدر يتقبله، ولا أنا غلطانة؟ أبداً. حبيبتي رفيف، انتي لازم تكوني قوية كتير من جوا، ولك اليوم بهالحلقة كل واحد بالبلد عرف كل الموضوع وعلى حقيقته مين يلي معه حق ومين الغلطان. الكل صار يعرف. لو سمحتي طولي بالك رفيف خانم. لك مو هي هي نفسها؟ لك ايه والله هي نفسها. معك حدا استحق. ايه معك حق. رفيف؟ ابكي حبيبتي وارتاحي، مو سهل بنوبيا اللي بريتي فيه. أعزائي المشاهدين، وصلنا هلأ لنهاية حلقة اليوم من برنامجنا، وبعد هالحلقة الطويلة هي بدي أتوجه بالشكر الكبير لضيفتنا رفيف غوفينير تيكين بعد اللقاء المليان حزن وعواطف. شكراً كتير لوجودك طلعي. وبتشكر صدق مشاعرك وصراحتك معنا. رفيف، في شي بتحبي تقولي ككلمة أخيرة ببرنامجنا؟ بدي أقول كلمة أخيرة. أنا بحب زوجي جان كتير وما رح أتخلى عنه. ممكن تحكي هذا الشي قدام الكاميرا؟ جان، أنا بحبك كتير وما بقدر أعيش من دونك، وإنت رح تضل زوجي، وبدي أقول لفتون اطلعي من حياتنا. أنا كمان متأكدة إنه جان تيكين رح يحط حد ونهاية لهي العلاقة المعقدة كتير، ورح يرجع جديد ليوقف جنب زوجته. طلعي من حياتنا ولا أنا سمعت غلط؟ وذكرت اسمي كمان؟ يعني أنا المقصودة؟ مديحة خانو، تعي ناجية تعي، وقفي معي بهاللحظة التاريخية. أي لحظة تاريخية قصدك مديحة خانو؟ اللحظة التاريخية اللي صارت من شوي. ما عم صدق، والله كبرت وسبقتني وأنا مو دريانة بنوب. لو مو أنا صاحبت الفكرة كنت عن جد صدقتها. مو معقولة. هلأ فيك تقولي عائلة تيكين كسبت كنة شقرة وقوية غيري أنا. حبيتها منك يا حبيبتي. شو عم بيصير هون؟ ولا شي عمي. أنا مشاعري ملخبطة شوي، وكنت عم بشرح هالشي لناجية. من جهة أنا فخورة ومن جهة متضايقة، يعني كيف ما كان رح أخسر لقبي ورح سلم المنصب تبعي. مو سهلة. لك أنت عم شو عم تحكي مديحة؟ ليش أصلاً شو كنت عم تشوفي؟ نهاية العصر الذهبي عمي. شو؟ اطلع بكنتك اللي قدامك منيح، لأنه عصر الذهبي خلص. هلأ هي استسلمت وسلمت الراية للأحسن. صرت كنت بيت وبس، وخانهم بعيلة تيكين مو أكتر. مديحة فهميني، شو صار لك ساعة متخبصي؟ أنا عن جد شو كنت عم خبص؟ ما قطعت 30 لحتى خرف، شو صاير فيني؟ إيه عمي أنا مليت كتير، بترجاك اسمح لي اطلع على الطريق بس شوي. شو هالحالة؟ هداك المخلوق الأشقر رح يصير أحسن مني وأنا لساتني قاعدة هون. بدي شوف العالم، ما عاد اتحمل القعدة، بدي احكي على هي وهي ونم عليهم. لا مو على كيفك، كل القصص هي ممنوعه عنك. ما في روحه، يلا عادي نشوف. كنت تحسبي الحساب قبل ما تدخلي لهذاك السخيف ناشع على البيت. مديحه مدوحتي يا قلبي، انت اشتقت لك، اشتقت لريحتك. كيف هيك عملتي فيني؟ كيف قدرتي تقسي علي وتقلي لي ما في؟ أنا ما قلت لك ما بيصير تبكي وتنوح على حدا من غير إذني يا حبيب قلبي؟ أنا قلبي عم يوجعني يا أمي من الجوع يا روحي. أنا قمت وعملت لك شوربة بندورة من تحت إيدي، هدول اشربها وبترجع مثل الحصان وأحسن من الأول بكتير. أمي؟
أنا ما بدي أتحسن، فهمتي علي ولا لا؟ أنا بس بدي مدوحتي. لك شبك؟ لسه مخك عند هديك البقرة؟ أنا رح جيب لك واحدة أصغر وأحلى منها، صدقني يا ابني. لك أنت كان عندك جرامين عقل براسك بس شكلهم طاروا. يا أمي ليش ما عم تفهمي علي؟ أنا بحب لمدوحة. ناجي كل خلصني. بدي مدوحة. ما عم صدق بعد كل كذبة وعمايل عملت فيني هيك. الناس كلها عم تعاملني كأني وحدة ماني منيحة وخربت بيوت كمان. أنا شو عملت لأستاهل كل هذا الأذى؟ وهلأ جان بس دقيقة رح لاقي العقد. ليكو هاد هو عقد أول اتفاق لحملة دعائية لألنا. أنت هلأ بتوقعلي عليه لحتى نقول مبروك علينا وعليك، وإن شاء الله يكون فاتحة خير. استني شوي بس لقراب الأول. جان شو بدك تقرأ؟ صرنا عاملين مع بعض 100 عقد مثل هذا من قبل، خلصني. طيب ألو. نعم فتون. ألو جان. شو في فتون؟ ليش عم تبكي؟ رفيف فضحتني بكل البلد جان، ما حدا من العالم رضياني حاكيني أو يطلع بوشي. فتون فهميني، ليش ما حدا من العالم رضياني حاكيكي ويطلع بوشك؟ ما بتتخيل قديش بشع الموقف يلي أنا فيه هلأ. جان أنا ما بتحمل هذا الشي، ما بتحمل. عم قلك ما حدا من الجيران رضياني تعطى معي. طيب فتون روقي شوي، طولي بالك، حكي لي من الأول شو عاملة رفيف، أحكي. جان بدي تقول الحقيقة، أنت رفعت دعوة طلاق على رفيف ولا لسه؟ رفعتها فتون، أنا رفعت الدعوة، لا تقلقي أنت مشي الحال. قولي لي وينك ودقيقتين وبكون عندك، ما بتأخر. لا ما بدي أشوفك بنوب. هالبنت رح تجنني، شو بدها تكون مخبصة لحتى مخلي فتون تبكي هيك؟ وقف وقف، تعال شوف شو عاملة. تفضل. بحب زوجي جان كتير وما رح أتخلى عنه. جان أنا بحبك كتير وما بقدر أعيش من دونك، وإنت رح تضل زوجي، وبدي أقول لفتون اطلعي من حياتنا. لك هي شو عم بتخبص؟ شو عم بتقول؟ هنادي انت كيف بتسمحي لهم يعرضوا هيك شيء؟ لك شو هالمسخرة؟ جان انا ما فيني اتدخل بالقناة. كيف يعني ما فيك تتدخلي؟ ما بتعرفيهم لهدول الاغبياء؟ اتصلي وبهدليهم على الاقل. جان هدول الاغبياء وين ما في مصيبة هن بيركضوا لعندها، على اساس ما بتعرفهم؟ برايك رح يردوا على وحدة مثلي انا؟ راسي منه ومن مصايب، انا لازم روح شوفها وحط لها حد. ما فيك تروح على محل. وقف. هنادي تركيني. لو سمعتي صوت هالمسكينة وهي عم تبكي على التليفون رح تجن بعد شوي. جان انا ما عم بقول لك ما تروح، بس مو انت وبهي الحالة. رفيف ما أنا غبية، كل ما ضغطت عليها أكثر رح تطلع لكم بمصايب أكبر. شو بك؟ طيب شو بدك يعني أعمل؟ ها؟ ليك بدي تروق ماشي؟ كون رايق شوي، بكفينا فضاي، حاجتنا بهدل قدام العالم بقى. حاولوا تتفاهموا مع بعضكم بهدوء بيكون أحسن. Nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadımdasın. Sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı, beni benden aldı. Kim kime yanık, anlat azıcık. Korkmadan vazgeçme benden, saklanırsam gözlerimden. Kim kime deli, yangın yeri halleri. Bir dargın bir barışın, bu hikaye nasıl biter?
Nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam?